السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض منهج كونكت برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، وبنشرحه من كتاب المعاصر زي ما اتفقنا، وإن شاء الله نخلصه قبل ما إن شاء الله نخلصه قبل ما الترم يخلص. وزي ما احنا متعودين يكون معانا كتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده لسه بنكمل شرح يونت 2 الوحدة التانية. What is the matter؟ What is the matter أو ما الأمر؟ وناخد مع بعض lesson 4 و 5 و 6 عشان نخلص يونت 2 مع بعض. فعندنا lesson 4 فيها الفونكس بتاعت يونت 2، فبيعرفنا هنا السي كي letters لما بيجوا مع بعض بنقراهم كأنهم كي، زي مثلا سك، زي مثلا كيك، وزي مثلا دك، وزي مثلا بلاك، وزي مثلا كلوك. سي كي هنا قريناهم كأنهم كي. في عندنا كمان الاس كي، الاس لما تيجي بعد الكي بننطقهم اس كي، ما بندمجهمش مع بعض ونقول كي، زي مثلا سكيرت، وزي مثلا سكن، وزي مثلا سكاي، وزي مثلا سكيب. فالسي كي بننطقهم كي، الاس كي بننطقهم اس كي. عندنا هنا البانكتيويشن ماركس أو علامات الترقيم، بيكلمنا النهاردة عن الكويشن مارك أو علامة الاستفهام، بنستخدمها طبعا في نهاية أي سؤال، وده مهم جدا إن احنا ناخد بالنا منها. فمثلا بيقول لنا هنا الكويشن مارك when we write a question، لما بنيجي نكتب سؤال we use question mark at the end of the question، في نهاية السؤال، زي are you okay، هل أنت بخير، What is your name؟ ما اسمك؟ وهكذا. طبعا ده حفظ، هنا حفظ، ده هم في عندنا طبعا كلمات لازم نكتبها عشان نحفظ الكلمات، هم اديها لنا هنا في الفراغات دي، فده هوم ورك. أما lesson 5 معانا، فبيقول لنا هنا بيعرفنا ال important rules to keep healthy، القواعد الهامة علشان تفضل بصحة جيدة. فبيقول لنا هنا read look read and identify، انظر واقرأ وتعرف. نقرأ مع بعض. Don't touch your face، لا تلمس وجهك. Stay at home if you have a fever، ابقى في المنزل إذا كان لديك حمى. Cover your nose and mouth with a tissue if you have a cold. قم بتغطية أنفك وفمك بمناديل واقية إذا كان لديك نزلة برد. Eat healthy food، تناول طعام صحيا. Exercise، تدرب. Wash your hands with soap، اغسل يديك بالصابون. Smile and be happy، ابتسم وكن سعيدا. Smile and be happy. طبعا عندنا هنا الامبيراتيف او صيغه الامر، لما باجي ادي لحد اوردر او امر بستخدم الامبيراتيف او صيغه الامر. وهنا بيقول لك هنا to give order، to give order يعني علشان تدي امر، ده حفظ طبعا. بيجي طبعا هنا بيقول لك هنا الفعل دايما بيجي في الانفينيتيف او في المصدر، زي مثلا لما اجي اقول لك wash your hands، wash your hands، اغسل يديك، هنا انا بدي لك order، بأمرك عشان تغسل ايدك عشان تبقى بصحة كويسة. طبعا ممكن اقول استخدم الامبيراتيف او صيغة الامر to stop doing something علشان ننهي عن فعل شيء من الاشياء، فبجيب don't في الاول وبعدين الفعل برضو بيجي في الانفينيتيف او في المصدر وبعدين باقي الجملة، زي مثلا اقول لك
Don't touch your face. ما تلمس وجهك. ممكن ايدك تكون مش نظيفة ما تحطش ايدك على وشك. فهنا برضو بدي لك اوردر بس بقول لك ما تعملش شيء معين. هنا طبعا ده هوم وورك ترتبوا الديالوج ده الستوري ليست ترتبوا الستوري ليست هوم وورك. عندنا اخر حاجة معانا النهاردة ليسون 6 وهنا بيقول لنا look read and trace انظر اقرا وتتبع. هنعمل طبعا هنمشي بالقلم بتاعنا على الدوتس الجميلة دي علشان نعرف نكتب الجمل بشكل سليم. فتعالوا نقرا مع بعض الكلام ده. What is your name؟ هنا طبعا ايه وسارة بيتكلموا مع بعض. فايه بيقول لها What is your name؟ ما اسمك؟ سارة I am سارة. A. Where do you work? Sarah, I work in a hospital. A. What do you do? Sarah, I am a nurse. I help sick children. A. Do you like your job? Sarah, yes, I like my job. I like seeing happy, healthy children when they go home. تمام. طبعا عندنا هنا بيعرفنا في بعض المعلومات الهامة. To ask about someone's name علشان تسأل عن اسم شخص ما فبتقول له What is your name؟ ما اسمك؟ فهو بيرد عليك بيقول لك I am فلان. ممكن يقول لك My name is فلان برضو. فهنا I am فلان دي أو I am وبعدين بيقول لك اسمه. بيقول لك هنا لاحظ ان احنا بدل ما استخدمنا what is شلنا الاي بتاعت is واستخدمنا apostrophe مكانها علشان نختصر الكتابة كتير بتاعتنا ونخليها what's your name. What's your name هي بتتقال كده. فدي صيغة اختصار بنحط الابوستروفي بدل ما نحط الاي ونحط الاس بعد منها ونقول what's your name. بيقول لنا هنا كمان to ask about someone's workplace عشان تسأل عن مكان عمل شخص ما بتقول له where do you work انت بتشتغل فين. فبيقول لك I work in المكان المعين المكان الفلاني. I work in a hospital مثلا اشتغل في المستشفى. To ask what someone's job is عشان تسأله بقى هي وظيفته ايه بتقول له what do you do. What do you do انت بتعمل ايه ما هي وظيفتك. فبيقول لك I am مثلا a nurse I am a doctor I am أي حاجة I help sick children وهكذا زي ما هي جاوبت وقالت I am a nurse I help sick children. آخر حاجة بيقول لك لما تيجي تسأل شخص هل هو بيحب وظيفته ولا لأ to ask if a person like his or her job لما تسأله هو بيحب وظيفته ولا لأ بتقول له do you like your job do you like your job هل أنت بتحب وظيفتك. فبيقول لك yes أو نو طبعا هيجاوب عليك ويقول لك yes I like my job أو no I don't like my job. عندنا هنا طبعا في جزء ده اسمه at the hospital أو في المستشفى. فعندنا هنا في number one بيقول لنا My name is حسام I am sick I am in the hospital There are a lot of beds in my room I wake up and I eat breakfast Nurses help me they give me medicine I study in the hospital too in the afternoon I see the doctor he is kind I can go home tomorrow I am happy. طبعا ده بيعرفك حسام لما كان عيان في المستشفى هو ازاي كان بيفطر وكان بيذاكر دروسه وفي الاخر قالوا انت خلاص بقيت كويس ويروح بيته بكره. بقى كده عندنا هوم ورك الاكتيفيتيز على lesson 5 و 6 وكده نكون انهينا unit 2.
وإن شاء الله المرة الجاية نبتدي ناخد مع بعض Unit 3 on the weekend أو في عطلة نهاية الأسبوع. أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان.